أهلا بكم من جديد. عبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن بالغ أسفه لتأزم الوضع بعد التعديل الوزاري الأخير والمأزق الدستوري الذي أفضى إلى تعطل مصالح الدولة وشلل عام لكل أجهزتها. ودعت النقابة في بيان إلى الإسراع في إيجاد الحل لأن ما يجري عقد الوضع السياسي ووضعه في المجهول على حد تعبيرها. هذا وأعفى رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي أول أمس الاثنين 5 وزراء من مهامهم ممن شملهم التعديل الوزاري الأخير. ومن تونس معنا مراسلنا وسام دعاسي. وسام، هل كلام الاتحاد للشغل يعني هو تحذير أم رسالة ضغط؟ تحذير بتحريك الشارع أم رسالة ضغط لإجبار الأطراف المسؤولين عن التأزم السياسي بالجلوس إلى طاولة حوار وطني؟ نعم نجلى، بالفعل بيان الاتحاد العام التونسي للشغل المركزية النقابية هنا في تونس هو بمثابة دق انذار في وجه كل الأطراف السياسية المتصارعة وخاصة الرئاسات الثلاث في محاولة للضغط في اتجاه إيجاد حل للأزمة السياسية والدستورية التي تعيشها تونس. حينما يدعو أو يعبر الاتحاد المركزية النقابية عن بالغ انشغاله من الوضع السياسي التي تعيشه تونس ويقول إنه ساهم في تعطيل كل مرافق الدولة وحياته وأدى إلى شلل عام، ويقول إن هذا الوضع قد يقود إلى حالة إلى المجهول على حد وصف، فهذا فيه ربما رسالة تحذير وتحميل المسؤولية لكل الأطراف وفيه تشخيص للأزمة التي يصفها بالخطيرة. يمضي الاتحاد الذي يحظى بحل سياسي كبير ونقابي واسع بدعوة المنظمات الوطنية إلى تكثيف وتوحيد جهودها في اتجاه الضغط للتعجيل بإيجاد حل سياسي، فهذا ربما فيه تلميح إلى إمكانية لجوء الاتحاد مجلى إلى يعني سيناريو عام 2015 عندما رعى الاتحاد رفقة المنظمات الوطنية حوارا أدى إلى استقالة الحكومة وتكوين حكومة التكنوقراط مهدت لانتخابات برلمانية ورئاسية عام. شكرا جزيلا لك وسام دعاسي مراسلنا من تونس.